هسأل سؤال افتراضي، لو انه رونالدو او البرتغال خرجت من كاس العالم مش من المغرب، يعني سؤال افتراضي، نظرة الحزن والاداء الدرامي لرونالدو هو خارج من الماتش منهزما، احنا كنا فرحانين المغرب كسبت فما شفناش بشكل عاطفي، لو انه كان خروج البرتغال على يد اي منتخب اخر كان هيصعب عليكم رونالدو ولا لا؟ انا بالنسبة لرونالدو طبعا يعني ده يعني حاجة يعني بحبه جدا طبعا. طب يعني انتوا ما لعبتوش مع بعض، هو كان اصغر مني. كان اصغر مني فانا مسؤول اعلى بقى في البرتغال، وهو من اللعيبه المميزه جدا. بس انا اكلمك على رونالدو اصلا من بس انتوا ما كانش في اي حاجه، ما فيش تدريبات جامعتكم خالص؟ لا، كان بنلعب ماتش ضد بعض، يعني ماتش كان سبورتنج ضد بنفيكا، وانا يعني كسبنا 1-0 بنفيكا وانا اللي جبت الجون. هو كان قاعد احتياطي، كان لسه كان عنده 19 سنه. كان هو في المنتخب اللي هو كان معاهم في الفريق الاول، كان قاعد احتياطي وبعد كده راح مانشستر يونايتد. بس انا اكلمك عن كريستيانو اصلا في ماديرا وفي البرتغال. كريستيانو تعب جدا يعني، وعمل يعني حاجات كتير جدا. بس انا بشوف الفتره بتاعه منتخب البرتغال الفتره الاخيره ما عجبتنيش، يعني مش من خلال ان هو لعيب يعني لعيب كبير، لعيب ليه قيمه كبيره جدا، ان هو لازم يبقى فيه اهتمام في يعني يبقى في الاسطوره دي على مدى البطولات اكتر من كده. يعني انت شايف ان رونالدو ناقصه اهتمام بالنسبه للفريق؟ انا بحس يعني في الماتشات الاخيره بالذات، لو نزل كريستيانو رونالدو يعني في ماتش من الماتشات اللي ماتش ضد كوريا، حسيت اللعيبه مش عايزه تباصي لرونالدو. يعني انا اكلمك، انا كلاعب كوره في مساعده، في لعيبه ممكن تساعد اللعيب ده. هو احيانا كان بالبادي لانجوج كانوا بيقولوا انت بتدينيش ليه الكوره. ميسي كل المنتخب الارجنتيني بيساعد ميسي الا كريستيانو رونالدو، بشوفها كده. وجهه نظر متعاطفه جدا مع رونالدو. في ناس شايفه انه يمكن هو اللي خلق الحساسيه بينه وبين المنتخب، مثلا منتخب البرتغال. اكيد مظبوط، يعني ودليل ان هو لما دخل الفرقه بتاعته كلها كانت في الملعب موجوده وقاعدين في الارض وحزين، هو خرج لوحده ما عادش مع فرقته. بس هو بكى ما هو برضه هو ليه جزء كبير عليه. هو عمل مشاكل كتيره في النادي بتاعه وفي المنتخب، يعني مش هم عاملين مؤامره عليه، لا بالعكس. لكن هو لازم يبقى قدوه، لازم هو يبقى المفروض يبقى موجود في الملعب لغايه لما يخرج مع فرقته. هو خرج لوحده، خد الشو وخد ما كابتن عبد الستار بيقول لك هو حاسس ان هم خذلوه. لا ما اعتقدش، حيا الجمهور واللعيبه وجاب اللعيبه حقيقه. هو خرج بعد الماتش، لا هو محل تقدير طبعا، يعني هو طبعا خرج قدام المغرب، بس هو لعيب عظيم يعني، ما حتى خد كاس العالم، ما خدش كاس العالم وعمل تاريخ كبير جدا. يعني كلنا مثلا ال 10 15 سنه دول ميسي ورونالدو هم الكوره، يعني احنا بنتفرج على الكوره هم اللي متعونا خلال ال 10 15 سنه دول. فانا اعتقد ان التقدير موجود، يعني موجود في كل وقت، يمكن حظه سيء بس في حاجتين. يعني ممكن البطوله تجيلك في وقت انت في اسوء حالاتك، يعني فرق بينه وبين ميسي في احسن حالاته البطوله توقيتها كان مناسب جدا ليه. رونالدو بالعكس، مشاكل مع النادي ومشاكل كبيره جدا، ومشي من مانشستر وبعد كده المعسكر المنتخب فحصلت مشاكل تانية، فالتوقيت كان مهم جدا بالنسبه للاثنين. بس انا اعتقد يعني رونالدو ولا هيقلل منه خروجه من كاس العالم ولا هي ازمه شخصيه تخصه هو. طبعًا. يعني هو اللي كان نفسه يرفع كاس العالم طبعًا. بس بالنسبه لكره القدم رونالدو هو رونالدو. طبعا كابتن ابو الدهب، لا يمكن في موقفين انا تعاطفت معاهم جدا. يمكن انا في رحت زي ما قال الكابتن احمد في منتخب المانيا، لان احنا جايين نلعب كره قدم، وخصوصا ان انت جاي بلد عربي مسلم، يعني احنا بنلعب كره قدم. الحاجه الثانيه اللي هو موقف لعيبه المغرب مع والدتهم او امهاتهم، دي حاجه لفتت انتباهي جدا، ان انت بارك باهلك وبتحب والدتك، ان انت تنزل تحتفل، انت عاوز تنسب لهم الفضل ان هم عملوا لك او هيئوا لك كل شيء ان انت تبقى لعيب كره كبير. لكن بالنسبه لرونالدو يمكن زي ما قالوا الكباتن، مش هضيف حاجه كتيره، ان كان في مشاكل قبل البطوله، مع عنده مشاكل مع النادي، عنده مشاكل مع اللعيبه زمايله في المنتخب. يمكن الراجل عمل استفتاء ان هو ما يلعبش، فيمكن هي دي النقطه اللي كانت فيه خلاف. الحاجه الثانيه هو كرونالدو كشخصيا كان يتمنى انه ينهي حياته العالميه اللي احنا المسيره الكبيره ديت والتاريخ الكبير، ان هو عايز ينهيها ببطوله. نفس امنيه ميسي طبعا، لو كانوا خيروكوا، قال يعني لو الاراء بتروح لكاس العالم وتختار مين اللي يرفع كاس العالم، ميسي ولا رونالدو، لان دي فرصتهم الاخيره؟ لا انا اتمنى ميسي. ميسي انا كريستيانو. لا ميسي طبعا.
الاثنين. هو في حاجه كده في حاجه كده كابتن احمد بيرضي الناس كلها. انا بحب ميسي قوي وبحب كريستيانو لان كل واحد ليه مذاق مختلف. يعني لما نبص لكريستيانو، كريستيانو من اللعيبه السريعه القويه الهدافه، وعمل ريكورد كبير جدا سواء في لما كان في البرتغال او في الدوري الانجليزي او لما راح اسبانيا، فعمل تاريخ كبير جدا. وانا شايف ان يعني خروجه وهو بيبكي، انا شايف ان هو في حالتين. نمره واحد ان هو حزين جدا ان خرج من البطوله، ودي تعتبر ممكن تبقى اخر بطوله بالنسبه له. نمره اثنين الاستفتاء اللي حصل ما بين الجماهير، مش اللاعب مش المدرب، الاستفتاء اللي حصل ما بين الجماهير ان رونالدو يلعب يبدا المباراه ولا ما يبداش. فلما كان 70% من الجمهور بيقول ان رونالدو ما يبداش ويفضل على دكه الاحتياطي، فاعتقد ده اثر بالسلب عليه. فعشان كده كان خارج فحزين. انا في اعتقادي كده، ما اعرفش الكلام ده صح او لا، لكن كل واحد زي ما قلت لحضرتك ميسي او كريستيانو الواحد بيتعاطف معاه. ميسي لعيب حريف كبير، او برغم ان انا على المستوى الشخصي ما بحبوش بره الملعب، انما جوه الملعب حاجه تانية خالص. كورته عاليه جدا، لعيب من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ كره القدم، لكن بره الملعب ما بحبوش. كابتن احمد، وهختم جزئيه كاس العالم، حضرتك الوحيد اللي في القعده دي اللي لعبت في كاس عالم صح ولا انا غلطانه؟ صحيح طبعا، حضرتك الوحيد اللي لعبت في كاس العالم. طبعا كنت جيل عظيم. اصعب حاجه في اللعب في كاس العالم ايه يا كابتن احمد؟ الخضه الاولانيه. يعني احنا لما رحنا كاس العالم كنا بنتفرج على رود خيلت وفان باستن والكلام ده كله، فاحنا لما دخلنا اوضه اللبس واحنا في الممر داخلين على اوضه اللبس، شيء طبيعي جدا ان احنا بنبص على غرفه الملابس بتاعتهم، وبعدين بعد منها كان غرفه الملابس بتاعتنا، فاحنا معديين فوقفنا نتفرج عليهم، فده اللي بنتفرج عليهم في التلفزيون مش مصدقين. فكانت الخضه الاولانيه يعني كانت يعني اتخذته يعني هي الرهبه الاولانيه دي مهمه قوي. ولذلك مثلا لو كان قدر لينا ان احنا نلعب كاس عالم تاني كنا هنبقى في حته تانية خالص بالتاكيد. ايه عايز؟ لا لا، اصل المشاركه دي خدمتنا، ان الفيفا غير قانون كره القدم بسببنا. ده بعد مصر وايرلندا بعد مباراه مصر وايرلندا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.